بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله الكشري. هنبدأ الاول بالبصل المحمر. عندنا بصلة كبيرة هنقطعها شرايح رقيقة جدا. عندنا حلة على نار متوسطة هنحط فيها 4 معالق كبار زيت وهنسيبهم لحد ما يسخنوا كويس. بعد كده هنحط البصل وهنضيف عليه معلقة صغيرة ملح، وهنحمر البصل لحد ما ياخد لون ذهبي فاتح. وخلاص كده البصل بقى لونه معانا ذهبي، وهنشيله على طول وهنشيله من الحلة المقصوصة عشان ننزل الزيت الزيادة منه. وهنحط البصل على ورقة مطبخ علشان يتهوى وينزل الزيت الزيادة منه، وبيبقى مقرمش جدا معانا. بعد كده في نفس الحلة اللي حمرنا فيها البصل هنزود عليها معلقة زيت كبيرة، وهنضيف معلقتين كبار شعرية، وهنضيف عليها معلقة صغيرة ملح، وهنحمرها لحد ما تاخد لون. وبعد كده هنضيف كوباية رز مغسول ومتصفي، وهنضيف على الرز كوباية الا ربع عدس بجبة مسلوق، وهنقلب كويس. بعد كده هنضيف كوباية ونص مية، وهنغطي الحلة وهنسيبه لحد ما يتشرب. وخلاص كده الرز والعدس اتشربوا معانا، وهنقلبهم تقليبة خفيفة. وهنهدي النار بحيث نخليها هادية، ونغطيه ونسيبه لحد ما يستوي تماما. ولحد ما الرز والعدس يستوي معانا هنجهز المكرونة. عندنا 200 جرام مكرونة مسلوقة مشكلة مقصوصة على سباكيتي. وعندنا حلة على نار متوسطة هنحط فيها معلقة كبيرة زيت، وهنضيف عليه معلقة صغيرة ملح وفلفل اسود. وبعد ما الزيت يسخن معانا كويس هنضيف المكرونة وهنقلبها كويس جدا. وبعد كده هنهدي النار وهنغطيها ونسيبها لحد ما تسخن. وبعد ما الرز والعدس يستوي معانا والمكرونة تسخن هنبدأ نقدم الكشري. هنحط طبقة من الرز والعدس، بعد كده هنضيف طبقة من المكرونة، وهنضيف على الوش حمص مسلوق والبصل المحمر، وهنقدم مع الكشري الصلصة والدقة. والطريقة بتاعت الصلصة والدقة هتلاقوا الروابط بتاعتها موجودة في الوصفة تحت الفيديو. وخلاص كده الكشري بقى جاهز معانا، جربوه وإن شاء الله هيعجبكم جدا.